نرحب بضيفنا الدكتور يوسف الصديق من المغرب. تعليم التقني والتدريب المهني تقوم على ركيزتين أساسيتين. الركيزة الأولى هي التكوين والتدريب المهني، ثم الركيزة الثانية هي سمات سوق الشغل. نظرا لأن التعليم التقني والتدريب المهني يرتبط أساسا بأعمال ودروس تطبيقية، فإن الجائحة فاقمت من الفجوة المعرفية بين المنتسبين للتعليم العام والمنتسبين للتعليم التقني. مؤشر المعرفة العالمي كان سباقا لاستدماج وللأخذ بعين الاعتبار هذه المتغيرات التي تروم تقديم صورة عامة على اقتصاديات الدول. هذا التقسيم التفضيلي لا يعطي قيمة لمؤسسة التعليم التقني والتدريب المهني، ويجعل أبناء الفقراء هم من يلتحقون بالتعليم التقني والتدريب المهني، وأبناء الأغنياء لا يفكرون حتى في بأن هناك تعليم تقني والتدريب المهني في بلدانهم.